واللعب بقلبي تفتح العلبة تكرش 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 وهدي على ناري ستي حمدان، شو عندك تحكي لنا اليوم؟ انا ما عندي حكي، انا عندي فعل. مزبوط. بتتذكروا كيف مسك الضبع؟ بلا حكاية بلا وجع قلب. شغلونا هالراديو خلونا نسمع شي غنية، يا اما خلوا مسعود يغني لنا غنية. تكرمي يا جدو تكرمي، غلبتكم لينا، بدها تسمع حكاية من العم حمدان. يلا يا حمدان فرح الأولاد بحكايات المراجل. يلا يا حمدان كلنا منحب حكاياتك. كرمالك يا عمي. ونحنا كرمالكم كمان. يلا يا حمدان يلا على الراس والعين. شو بتحبوا أحكي لكم؟ عن الزير سالم ولا عن عنتر؟ لا يا عم حمدان، بدنا حكاية من حكاياتك، من الحكاية اللي صارت معك. يا عيني عليكي يا عيني عليكي. ايه ها رح احكي لكم عن الضبع يلي قتلته من يومين. بس هذا صار معك من زمان لما كنت شاب. وانا هلا شاب، شوفوا كيف. طبعا طبعا. مصدقين؟ مالك مصدق؟ تعال شوف مين فينا شاب اكتر من تاني. قوم كاسرني لشوف. قوم. أيوة فضلك. أيوة برافو يا حمدان، كلنا بنعرف انك الاقوى. بكفي انك عم تحرس اغنامنا كل هالعمر. بحرسن وبس، والله يا عمي بحسن مثل اولادي. اسمعوا يا جماعه اسمعوا، كل ما مر معي مر معي. بسم الله. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شو قصدك يا حمدان كل ما مر معي مر معي؟ قصدي يا عمي انه كل ما مر معي هو تاريخي انا. يمكن يكون قبل بنهار، قبل بشهر، قبل بسنة، ما مهم. المهم انه انا باقي وانه هذا تاريخي انا.
الحمدان اليوم فيلسوف. ايه الحياة يا صديقي مدرسة. والمرعى؟ المرعى فصل من فصول هالمدرسة. يا عيني عليك يا حمدان، ما ناقص تقول إلا المرعى أحسن من المدرسة. معقولة يا فضلون؟ كنت عم أمزح يا جدي. كمل يا حمدان كمل، ما حدا بيعرف بالمراعي مثلك. علمني المرعى يا عمي شغلات كثيرة، طول عمري بالمراعي، شفت هجرة الطيور وتعلمت منها اللي بيحبك بيرجع لك. سافرت مع الغيم وتعلمت منها الغيم اللي ما بتعطيك المطر بتعطيك الفي. يا عم حمدان احكي لنا عن المراجل. ايه يا حمدان احكي لنا عن الضبع اللي تصارعت معه امبارح. كرمالنا حمدان، ايه ما صارت المعركة؟ كان عتم ولا ضوء قمر؟ برد ولا دفا؟ شايفين كيف السيد فضلون ذكي وبيفهم علي؟ يا جماعة اطباع بتهجم بالبرد وبتحب العتمة. اسمعوا هالحكاية. كان العتم خلف العتم عتم، عند الغابة مرق سمعت أصوات وقف. منين الصوت؟ من الوادي جاي من النهر. لا النهر بيهدر هدر، شغلة ما بدها هذا صوت. شمرت دراعي وهجم، وعينك يا فضل شوف عمك شو عم يصنع. كان العتم كان الضبع عيونه بتبرق بر، هجمت عليه مسكته وشقيته نصين. من وين؟ من تمه ولا من صدره؟ من تمه مرة ومن صدره مرة. فتحت له قلبه ورميته لبرا، صار يدحرج قدامي من الغابة لعند عمامي. الله يعطيك العافية يا حمدان، والله شي حلو. الله يعافيك ويطولنا بعمرك، نحن جاهزين كل يوم في حكاية جديدة. عمرك يا عمي رح استكفي، بس المرة الجاية رح اجيب معي الضبع مشان يصدق فضل وفضلون. ايه انا مصدق، بس وين العلامة؟ المرة الجاية. عرس وعلامي بياض طلامي، والظلمية مدورة والعجين محمرة، وحكاية ورائي وحكاية قدامي. بيع الظلامي عرس وعلامي، بيع الظلامي عرس وعلامي. تقصدوني؟ عرس وعلامي لا تقولوا من وين، من ليل من امبارح، من اول امبارح، من سنة من سنتين. والعلامة حكاية بالقوة محلاية، مرسومي عمامي بياعي طلامي، على راسه علامي، على راسه على راسه علامي. غنماتي شو طعميكن؟ عشبي خضرة ظريفي. يا غنماتي شو اسقيكن؟ مي حلوة نظيفي. بس وين بس وين تناموا؟ بننام على السقيفة. هيدا هو الحرامي يلي
ضبع عم حمدان ضبع انا ضبع لا يا عم على راسك على راسك على راسك طاء طاء طائية مثل الشمس المضوية رن رن يا جرس حول وانزل عالفرس رن رن يا جرس حول وانزل عالفرس والفرس حلوي حلوي مثل النجم العم يضوي والفرس بده فارس اسمر كالليل العابس والفارس اسمه عنتر راكب حصانه الابجر عم بيصول وعم بيجول مثل ولاد المدارس يا عم يا ما بهم ما بهم يا عم حمدان مدرك مدرك ما بهم ما بهم غنماتي شو طعمكن عشبي خضرة ظريفي يا غنماتي شو اسقيكن مي حلوة نظيفي بس وين بس وين تناموا بننام على السقيفة